السلام عليكم سكينة آسفي، أنا ابن المرحومة خديجة أعراش الموظفة بنيابة التعليم رحمها الله. المهم جينا نهضروا مع سكينة آسفي على الحالة الكارثية اللي وقعت هاد الجائحة هادي ديال أن الوالدة عندي مريضة بالقلب مبدلة الصمامات ديال القلب. المهم هاد المشكل كيوقع كل عام تقريبا، كل عام كيضربها البرد كندوها للسبيطار كيديروا لها اكسجين كتنفس. هاد العام دينا السبيطار على اساس كيف باقي الاعوام المهم يستعجلوها تندوها عند طبيب القلب. اذا بينا كنتفاجئوا طلعوها قال لك حاله ديال كورونا، ما داروا تحاليل ما داروا حتى شي حاجه. المهم ما علينا في هادشي، فسدوا عليها تما في ذوك الغرف ديال اللي فيهم حالات ديال كوفيد، ما كيهتموش بالحاله ديالها، ما راعوش المرض ديالها ديال القلب، ما يعني ما كيقلبوش على الدواء واش كيتفاعل ليها مع المرض ديالها ولا لا. وداك الدواء اللي عطاوها اثر لها على الدم ديالها، جرى لها بزاف ولا الدم ديالها جاري، وبقاو شادين عندهم 8 ايام حتى توفات. دابا حنا كنتسائلوا علاش هادشي كيوقع في هاد المدينه. اي واحد جا كيقول لك راه مريض ادخل عنده مدرك حبوبه يقول لك في الكورونا هادي، وماذا هو الشيء اللي كاين؟ لا هي مريضه بالقلب، دينا حنا متوقف لها القلب ديالها. انت مرضى فيها شي 12 يوم قبل ما تمشي للسبيطار، وهي مريضه بالقلب من اللي دينا السبيطار. دابا 8 ايام واش دينا في السبيطار. المهم هادشي اللي نقول لكم والسلام عليكم. السلام عليكم سكينة آسفي، انا محمد صادق رايضة ابن السيدة اللي توفات مؤخرا. اللي بغينا نوصلوا هادشي اللي وقع هو ماشي حشومه يطرى بحال هادشي، حتى السيده مريضه غير بالقلب ومؤخرا كانت بدلات صمامات ديال القلب، وكانت يعني كل سنه كانت كتمرض، وكنا كنمشيو ندوها للسبيطار نيت انا ورايضه اللي كانت غير كيديروا لها الاكسجين وكتولي لاباس كيخرجوها بخير. هاد المره فاش دا ولدها للسبيطار قالوا لها راه مريضه بمرض كوفيد كورونا، ولكن ما شناش تحاليل وما شناش شي عنايه مركزه بالنسبه للام، وما عطاونا لا تحاليل لا والو. وما يمكنش ان الام مريضه بكورونا وخلى ولادها ولا راجلها يعني عاديين في الدار، ما جاوا داروا لهم لا حجر لا والو. هنا فين كان كيبين لنا ان السيده راه ما مريضاش بكورونا، وغير تفلوا على هاد الناس الله يلحشوا مالهم. كنطالبوا ان الحق يرجع لهاد السيده ولادها، وهادشي راه حشومه يدير والله العظيم الحشومه. وشكرا.